أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا
أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا
فلذلك فادع واستقم كما والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء من
أم لهم شركاء ويستجيب الذين آمنوا
والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو ما لهم من
فما وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وترى يعرضون عليها
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما
وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.